الحضريين ما غنسمتش فوق بن الحاط حقيت تكون من 9 ديال اللاعبين ديال فريق اتحاد سيدي قاسم خايفين من هدف اخر الغريسي تقدر هدف جميل هدف جميل الجماني هدف ثاني بواسطه ضربه خطا كره ثابته اذا في الدقيقه 20 مره اخرى الغريسي يهزم فريق اتحاد سيدي قاسم نتمنى ونشاهدوا هذه تنفذوها غير اللاعبين الكبار هاد ضربات الخطا وتنذكر هنايا لاعبين كبار مثل البرازيلي زيكو مثل الفرنسي بلاتيني نشاهدوا مره اخرى الاعاده اذا امكن بالفعل فكانت ضربه خطا جميله ديال اللاعبين الكبار ابسلام الغريسي ابسلام بان الغريسي اقل الاهم ديالو الان على الرغم من تقدم السن ديالو 34 سنه فالغريسي مازال تقريبا في حوالي 20 دقيقه هذا شيء كبير بالنسبه للاعب الغريسي تبقى لاعب كبير تبقى لاعب اللي يمكن يقلب موازين اللقاء في اي لحظه على الرغم من تقدم السن ديالو فتجربه